المدينة تعيش ساعات من الصمت والسكون، وقلوب أهلها يملأها الشجن والحزن. إنها مشاهد عصيبة ولحظات أليمة تمنعهم من الوصول إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن حالهم كحال العالم أجمع. أبواب المسجد النبوي تغلق والصلاة فيه تعلق، إلا عن الإمام ونزر يسير من المصلين، ودموع خطيب المسجد النبوي تذرف لغياب حضور جموع المسلمين. وبعد عباد الله، فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله، وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله، وطوبى لمن كان. لقد ضرب وباء كورونا أرجاء العالم، وانتشر فيه انتشار النار في الهشيم، وأصبح الخطر على النفس عظيما. فبعد اجتياحه للمملكة وارتفاع حالات الإصابة به، اتخذت الجهات المعنية مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة، أولها إيقاف العمرة والزيارة، وحيث إن المسجد النبوي الشريف من الأماكن التي يجتمع فيها آلاف المصلين. فلقد تقرر في العاشر من رجب لعام 1441 للهجرة خفض أعداد المصلين إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك عن طريق إغلاق الحرم القديم والروضة الشريفة، وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم المستمرة، وإغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء يوميا. وبعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في طيبة الطيبة، تقرر ولأول مرة في ليلة الجمعة 24 من رجب لعام 1441 للهجرة تعليق حضور المصلين إلى المسجد النبوي. فيا الله، أبواب مشرعة أوصدت، ومصاحف كريمة تدثرت، وماء مبارك منه الحافظات أفرغت، وفرش للصلاة طويت، وحلقات للعلم أجلت، وأيد تقم المسجد أوقفت، وطرق المدينة خلت. إذا بالصمت يزحف ببطء مهيب ليملأ أرجاء الحرم، والسكون قد عم أروقة وصفوفا خاوية تئن بالحزن والألم. مسجد الحبيب يفتقد أنفاسا به تعلقت، ومشاعر به اختلطت. مسجد الحبيب تودع ممراته البيضاء من تعلقت قلوبهم برحابه تعلق الوليد بأمه الرؤوم، لكنها حكمة المولى سبحانه قضى أن صون النفس مقدم على جلال الشعيرة وأداء الجمعة والجماعة. انقضى شهر رجب ومضى شهر شعبان، وما يزال الوباء ينتشر ويمتد والخطر يشتد. فرض الحظر الكلي للتجول في المدينة المنورة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، كما هو الحال في مكة المكرمة وبقية مدن المملكة.
يجب علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة أمننا حفظهم الله في التقيد بهذه الإجراءات الاحترازية، لأن فيها مصلحتنا جميعا وحفظ أبداننا وأنفسنا وأرواحنا، ومن أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس. وجاء رمضان المبارك، هل هلاله، أبواب المسجد النبوي مغلقة، وحضور المصلين إليه معلق، وطرق المدينة خاوية، ونفوس المحبين متقدة شوقا، وعيونهم إليه رانية شرفا، ترتقب بشغف بابا يفتح أو طريقا إلى الحرم يفسح. وشخصت الأبصار أمام قناة السنة لمتابعة الخطب والصلوات وسماع الأذان والتلاوات. رمضان في مسجد الحبيب فريد وعجيب، أقيمت صلاة التراويح والتهجد بصفوف فارغة وأروقة لم تعد عامرة، وخفضت صلاة التراويح إلى 5 تسليمات لا أكثر. رحماك يا رب رحماك. مر رمضان وجاء العيد ولا جديد، أدى الناس صلاتهم بين جدران بيوتهم، ونفوسهم تهفو من بعيد، لكن البشر والأمل في الآتي، سلوى المؤمن برب عظيم. بشائر الخير لاحت من لدن رؤوف رحيم، فلقد تقرر الفتح التدريجي للمسجد النبوي بناء على الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، واستعدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بعمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق أرقى المعايير، وتهيئة المسجد النبوي لأداء الصلوات في بيئة آمنة صحية مطمئنة. شملت الخطة وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، وتفويج دخول المصلين بما لا يزيد على 40% من الطاقة الاستيعابية، ورفع سجاد التوسعات والساحات كاملا. كما شددت الوكالة على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء القدوم إلى المسجد النبوي، والتقيد بالمسافات المحددة وفق الفواصل الأرضية الموضوعة لتحقيق التباعد بين المصلين. سرى الخبر في أهل المدينة، وحث الشوق والاشتياق إلى المسجد محبيه، طوال الليل لم يغمض لهم جفن، ولم تخلد إلى النوم العيون. والله شعوري فرحة عظيمة ولله الحمد، فرحت جدا حتى ما نمت، العادة أنام اليوم ما نمت. أي والله ما نمت، كنت فرح وخفت ياخذني النوم ولا أحضر الصلاة. وقبل فجر 8 من شهر شوال، وبعد 73 يوما، أبواب الحرم تفتح للمصلين لتسمع نحيب وبكاء المشتاقين في الطرقات والساحات مستبشرين. دخلوا مسجد الحبيب فخروا لله ساجدين، وألسنتهم تلهج بحمد رب العالمين، تتلألأ مشاعر العيد في وجوههم، يقولون اليوم عيد. الله أكبر، نبغى نطير، قلوبنا طائرة من الفرح. الحمد لله، والله قلوبنا طائرة، شاء الله يوصف. الحمد لله والله العظيم،
القلب فرحان جدا فرحان ومبسوط جدا مبسوط. الله يبارك فيكم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فيا عباد الله نهنيكم ونهني أنفسنا والمسلمين، نوصيكم أنفسنا بالدعاء أن يرفع الله هذه الغمة وأن يصلحها. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. إلهي لك الحمد، إلهي لك الحمد على ما أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو عامة أو خاصة أو سر أو علانية. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. سنظل نرددها في السراء والضراء، اللهم لك الحمد. لك الحمد عادت إلينا الحياة وعادت إليك جموع الصلاة وبيتك عاد له التائقون وآمين صاحبها المسلمون بشوق يهز الوجود صدى وعاد الأذان بحس جديد وكم كان يشدو بصوت وحيد ويذرف خمسا شعور الغياب يعانق